هنا طيب احصائيات قناعاتي مصر الشخصية، للأردن منتخب مصر استحوذ 60%. استحوذ 60%، عمل 618 تمريرة. احنا على فكرة اكتر منتخب عمل تمريرات في البطولة كلها، يعني اعلى احصائيات في البطولة مصر وقطر. التمريرات القصيرة 86% من 530 عملنا 457 صح. التمريرات الطويلة نسبتنا 38% بنعتمد عليها كتير، والعرضيات 36 منهم 14 الإعداد مظبوطين. متوقع 4.5. ده في ماتش الأردن كان المفروض تجيب 4.5، جبت 3. عملت 28 محاولة على الجول منهم 9 اون تارجت، 9 ركنيات. منتخب مصر بيتحسب له كل ماتش حوالي 7 9 ركنيات، عدد كبير جدا انك طول الوقت مهاجم. تمام، الأرقام كويسة يعني. طبعا هو ان شاء الله يعني ماتش تونس يعني ربنا يكرمنا ونعمل نتيجه كويسه، وكيروش يفاجئنا بتشكيل برضه زي ما يفاجئنا.